مرحبا بكم مشاهدي قناة الوسط ومتتبعي برنامج هنا ليبيا في جولة رمضانية جديدة نأخذكم من خلالها إلى أجواء وطقوس الليبيين في الشهر الكريم بين العادات الرمضانية وموائد الرحمن والإقبال على المواد الأساسية، طقوس خاصة يعيش الليبيون على وقعها طيلة الشهر الفضيل في كافة المدن الليبية. نرصد لكم الأجواء بين الأسواق والسهرات الرمضانية والفعاليات الاحتفالية، ابقوا في المتابعة. جولتنا نستهلها معكم من مدينة بنغازي تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم. تعيش مدينة بنغازي على وقع الاستعداد والاحتفاء بالشهر الفضيل كسائر المدن الليبية، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من مدينة بنغازي محمد العزومي. محمد، لو تحدثنا عن الأجواء الرمضانية في بنغازي. اهلا وسهلا بك، بداية كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. المدينة هنا تشهد عدة أنشطة ثقافية ورياضية وأيضا أنشطة من الندوات وسواء كانت العلمية أو الثقافية. بداية سنبدأ بالأنشطة الثقافية، حيث تزدهر مدينة بنغازي بعودة المسرح الشعبي الذي لم يغب عنها يوما ما، خاصة في شهر رمضان. النجم بنود العمروني يقيم مسرحية داخل أروقة المسرح الشعبي بحضور عدد كثير وكبير جدا من العائلات والشباب والأطفال وغيرهم بحضور المسرحيات الشعبية داخل المسرح الشعبي هنا في مدينة بنغازي. أيضا المدينة تزدهر بأنشطة ثقافية عديدة، من ضمنها بعض الندوات العلمية والثقافية من كتاب وأدباء ومسرحيين وفنانين وغيرهم، من السهرات والفعاليات الشعبية التي داخل المدينة هنا في المراكز الثقافية والعلمية. أيضا هناك بعض الأنشطة الرياضية، وبنغازي معروفة بهذه الأنشطة، من ضمنها الدوريات الرمضانية، الدوريات بين المناطق، الدوريات بين الأندية، الدوريات التي تنشط جلها كثيرة في الساحات الشعبية لكرة القدم الخماسية هنا في مدينة بنغازي. هذا ما اعتادت عليه المدينة داخل المدينة هنا، من ضمنها دوري شهداء الليتي ودوري المساكن ودوري الحميضة وغيرها من الدوريات الكثيرة في كل حي وفي كل رقعة جغرافية داخل المدينة. يوجد دوري كرة قدم للخماسيات ودوري أيضا للصلاة وغيرها من الأنشطة الرياضية الأخرى. أيضا الأندية تقوم بدور كبير أيضا من عدة ملتقيات رياضية، سواء كان بقدام الرياضيين أو سواء كان بالرياضات الفردية وأيضا الرياضات الجماعية. الأسواق تزدهر شيئا فشيئا، خروج العائلات في شهر رمضان هنا داخل الشوارع الكبيرة التي تكتظ بالسكان، عودة السوق الشعبي المعروف كان في سوق الحوت نظرا للظروف الحالية التي يمر بها منطقة سوق الحوت. السوق الشعبي الآن هو على كورنيش في منطقة الشعبي وأيضا منطقة الصابري. هذا جل حوصلة كثيرة لمدينة بنغازي، ولكن هذا ما لخصناه لكم، تقبلوا تحياتي. من بنغازي مراسلنا محمد العزومي، شكرا جزيلا لك. ومن بنغازي إلى طرابلس، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يشهد الشارع الليبي إقبالا كبيرا على شراء الزينة وبث البهجة في قلوب الأطفال، إذ يعد شهر رمضان شهرا مميزا وله طقوسه الخاصة في ليبيا، حيث يحتفل الناس بقدومه بالتجهيزات والاستعدادات المميزة، وتنطلق التحضيرات لاستقبال شهر رمضان بتزيين المحلات التجارية والأسواق بالزينة الرمضانية الملونة. تفاصيل أوفى نتابعها معكم في تقرير لمراسلتنا إسراء شكري من طرابلس. يعد شهر رمضان المبارك فرصة مميزة لجميع المسلمين، وذلك للاستعداد والاستقبال بفرح وترقب لهذا الشهر. واحدة من العادات الشائعة اللي يقوم بها الناس في هذا الشهر هي شراء الزينة المميزة اللي تزيد المنازل والمساجد والأماكن العامة. يعكس شراء الزينة في رمضان روح المشاركة والبهجة اللي تعم المجتمعات المسلمة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يتم تزيين المنازل بالأضواء الزاهية والمصابيح الرمضانية والشموع وأغطية الطاولات الملونة والستائر الخاصة برمضان والزهور والتحف الفنية المواكبة للمناسبة، كما يتم تجهيز المساجد بالأضواء والطرق المضيئة والأقمشة الزاهية
والزينة التقليدية اللي تعكس جو من السكينة والروحانية. تهدف الزينة في رمضان لإحياء الجو الروحاني والاحتفال بقدوم هذا الشهر المبارك، تزيد الأضواء والألوان الزاهية الإحساس بالفرح والانتماء للمجتمع المسلم. كما يعتبر تزيين المنازل والأماكن العامة بالزينة من الطرق اللي عبر بها المسلمون عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان ويشاركون فيها الأفراح مع ناسهم وأحبابهم. الأجواء في ليبيا بصراحة غير يعني خيالية بصراحة، هذا لا في الواحد دائما يرقف أو يحس بالقرب على الأهل والأسرة في رمضان. صح هي هذه التغييرات الحق تعطي في بهجة وزيادة، يعني هي تزيد أكثر حلاوة فيها رمضان وأكثر يعني تقرب في أسريا وتضيف أكثر نوع من السعادة والبهجة لحياتنا. لذلك هو الحق كان رمضان، يعني رمضان في ليبيا أنا نعتبرها غير، أنا طبعا مغتربة لكن نحب نرمضن في ليبيا حتى أسبوعين ثلاثة والرفع. بهذا يتم استقبال شهر رمضان المبارك بشراء الزينة لإضفاء جو من الفرح والبهجة على المنازل والأماكن العامة، ومع ذلك يجب أن يكون التركيز الأساسي في رمضان على العبادة والتقرب لربي سبحانه. إسراء شكري، قناة WTV، طرابلس. في ظل غلاء أسعار المواد التي يستهلكها المواطن، تعاني مدينة درنة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار بعد تضرر العديد من المزارع فيها بسبب الفيضان، مما تسبب في ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضروات خاصة التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان والمستوردة منها. أسعار الخضروات نقلتها لنا عدسة مراسلنا إبراهيم غضبان من مدينة درنة. حتى في رمضان كل عليه طلب الخضرة بصفة عامة، يعني لكن الحاجة الرئيسية تو أكثر يعني طماطم بطاطا بصل، هذا اللي عليه طلب وايد. الفلفل طبعا حاجة ضرورية، بس طبعا في اللي غالي عليه الحار وفي اللي ما يقبلش الحار طبعا. لكن حتى الأسعار لو طبقنا الأسعار شو الأسعار؟ والله الأسعار شو نقول لك؟ الأسعار هي اليومين هذين جرى فيهم شوي رفع حاجة بسيطة، لكن بحكم الوضع اللي أنت تشوف فيه بروحك يعني تو الخضرة اللي عندنا كلنا نحن طبعا ثلاث أرباعها مستوردة، يعني الخضرة الوطنية عندك في الصيف تهجم، في الصيف تجد واجد يعني بكثرة، لكن أنت في الشتاء تو ما عندكش، يعني ما عندكش إمكانيات، ما عندكش مثلا زرع صوبات، ما عندكش حاجة ما... أنت تو تجيك الزهرة، تجيك النفة، تجيك السلاطة، الحاجة المحلية خفيفة يعني. لكن أغلبية البضاعة تو تجيك من مصر. الاسعار عندنا مثلا كيلو طماطم والله الطماطم نقول لك الطماطم طبعا ما قلت لك احنا في حاجه محليه وفي حاجه مستورده، تو عندنا الوطنيه نحن اللي من جالو نبيعوا فيها ب2.5، طبعا راي ب2.5 والله قريب راس مالها، يعني المصريه ب3 لان ما فيهاش ما تقدرش تساري فيها طبعا بالنسبه للبطاطا البصل او شايف انت البطاطا البصل ب3 2.5 عندك بالنسبه للفلفل هذا اللي انت حكيت عليه بدري، علاش قلت لك يعني حتى الناس لما تاخذ بشوي بشوي والله ب5 جنيه ارتفاع غريب، يعني كنا نبيع في ثلاثة قاعد مش منه، يعني تو الناس حاطين العيب على البياع اللي غالب امره في يد الجمله ياخذ سعر اليوم بكره ترجع يمشي مع السوق، فتلقى الفلفل ب5، الخيار ب4، الكوسه ب4، الباذنجان 4، يعني عندك ممكن الطماطم والبصل والبطاطا هم هذه من يعني يعتبر كويسة في الاسعار 3 جنيه، تو عندك حتى الحمضيه تاعو كنا نبيعو فول 3 ب10 ب2.5 تو ب4 جنيه لان جملتها ارتفعت على غالب مش مني، يعني انا راجل بيجيب اليوم نشوف السوق باش يبيع ونمشي مع السوق، لكن ان شاء الله نحن نقول يوم اللي جايات حيبقى افضل ان شاء الله وحيبقى كل شيء ينزل يرخي شوي والاسعار ان شاء الله كويسات مع وضع البلاد السنه مع الازمه اللي مرت بها البلاد ودارنا بالذات، يعني عندك مزارع راح انت كل شيء راح عندك، كان عندك خضره تجيك من الوادي، خضره كان تجيك من الدار الحمر، كان تجيك من فتيايه، كان تجيك من عماره من كارسة، تو سنه نعد ما تبكي البصل الحمر انقرف بكي مع شوي، تو عندك بصل هذا هو اللي محتل تو السوق، فالناس تو يقول لك كان الخضره شيء، الله غالب نحن في وضع
الأزمة بروحها حكمت علينا وفرضت علينا واقع لازم نمشوا فيه يعني إن شاء الله. وإن شاء الله خير وكل عام وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد إن شاء الله. جولتنا مستمرة معكم في مدينة درنا، فمن العادات الرمضانية المنتشرة في كافة المدن الليبية طيلة شهر رمضان المبارك موائد الرحمن، حيث أقيمت أولى موائد الإفطار الجماعي بحضور صندوق الإعمار وعمال الشركات وعدة جهات أمنية وخدمية، وهي المائدة الأولى من نوعها بعد الفيضان الذي اجتاح درنا في شهر سبتمبر الماضي. أجواء المائدة نقلها لنا مراسلنا إبراهيم غضبان في هذا التقرير. رسالة نحملها افتتاحية مائدة الرحمن بحضور جهات رسمية من الدولة، من سيادة المهندس القاسم حفتر عامر المنطقة العسكرية اللواء الفريق عبد الباسط بغريس، العميد إبراهيم بوشعالة. كان الحضور كما تشوفوا جهات رسمية، استضفنا العمالة الوافدة جهات من الجنسيات المصرية والسودانية، استضفنا الأيتام، استضفنا كامل المتواجدين العاملين في مدينة درنة في صندوق أعمار مدينة درنة. كانت خطوة إيجابية، كانت حاجة مبشرة لليبيا لدرنا الغد. لو نقولوا يعني كيف كانت الأجواء الرمضانية، خاصة نحن الآن في ملعب نادي دارنس، المفترض يكون نادي دارنس وإن شاء الله يعود نادي دارنس من جديد يعني زي ما شفنا من قبل. يعني كيف كانت الأجواء، ويعني زي ما نقول نحن انطلاقة يوم جديد، ويبدو أنها حتى مؤشر لانطلاقة درنا الجديدة. إن شاء الله كانت أجواء رائعة، وكيف ما تشوفوا إعادة أعمار درنا وحتعود إن شاء الله أكثر أحسن من قبل، بالجهات اللي مصبية مع مدينة درنا الداعمة لمدينة درنا، صدوق الأعمار مش مقصرين معاها، فهتشوفوا متفائلين خير إن شاء الله، إن شاء الله تعود درنا أحسن من قبل. السؤال الأخير على الوجبات اللي تقدمها اليوم، شفنا أنا وجبات كان في بزين، كان في الشربة الدرنوية، كان في المحشي، سلطات أنواع وأشكال، بيتزا، سندوتشات، كانت فطور خبز التنور متواجدة أكيد، هذه من ضمن الفطور الدرناوي يومي هذه أكيد، فإن شاء الله إن شاء الله تعود درنا أحسن من قبل. إن شاء الله كل عام وأنت طيب. إن شاء الله يسلمك بارك الله فيك أستاذ إبراهيم، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهدة. أهلا بكم من جديد. تعاني مدينة البيضاء وعقب حلول الشهر الفضيل أزمة نقص غاز الطهي بشكل لافت، حيث شهدت محطة صفرين 7 طوابير طويلة للسيارات، وتعد المحطة الخط الوحيد بالمدينة الذي يختص بالتعبئة الفورية لاسطوانات الغاز، حيث ما تزال محطات شحن الاسطوانات هي أيضا عاجزة عن سد الاحتياج اليومي للمدينة. عدسة مراسلنا محمد الشباح رصدت لنا المزيد في هذا التقرير. في اللي له يومين، في اللي عنده بومبا واحدة، في اللي ما عندهاش يعني امكانيات بيك البومبا واحده. شنو الحل برايك يا احمد اليوم؟ الحل المفروض يعني بالاول من الدرجه الاولى يعني للدوله
يعني يدير راي في الشياضيين، يوفروا خط غاز اخرى، يوفروا ولا يردوا على برنامجنا الاول على الشيليات، يخلون على الشيليات. لكن بالله عليك يقدر مطورين طابور من امس من الفجر لعند الساعه 2 وما زال ما جاء الغاز. نريد احنا توفير الغاز في البيضه والنظافه بالكامل، راه ما عندنا شيء احنا هنا، البيضه راه قاعده منتهيه بالكامل، البيضه ما فيهاش اي خدمات نهائيا. انتوا خشيتوا على البيضه راه فيه ناس قاعدين يعارضوا وقاعدين حتى الغاز يعطلوا فيه علينا، ما ناش لاقين لا غاز ولا لاقين بصيره بالكامل. اهو بعثوا للطابور الغاز قاعد من سوق العرب هذا كاي لعند المستودع. سيارات ما ناش لاقين بمبة غاز باش نسوي عليها فطور رمضان برا 80 ايوه، وبرا الغاز برا قاعد يبيعوا فيه في المحلات برا وفي الشوارع ب 80 دينار و 90 دينار لعند 100 دينار بمبة الغاز فيها 7 كيلو. عبد الكريم جويفي مشرف نقطة 07 الغاز البيضاء. اول حاجة نشكركم على اللفتة الطيبة قناة الوسط، ونشكرك محمد شباح. بالنسبة لقصة نقص الغاز في البيضة، طبعا نستودع غاز 07 البيضة حوالي يستخرج قريب في مرات نوصل عند 2500 اسطوانة في اليوم. لكن القصة إنه شنو القصة يغطي في رقعة جغرافية كبيرة عندنا، من تبدأ من درنا وتعالى ذي الشرق، وما الغرب قريب يبدو من البياضة وتعالى نعرفك، ونخدموا عليه حيل جهدنا واللي نقدر عليه نديروا فيها نحن. أشهد بالله أن الناس رمضان طبعا ما غباك ديما في رمضان الوضع، الشركة مش مقصرة يجيب لنا في الغاز السائل شبه يوم يجي في سيارة، وأمورنا تمام. وبإذن الله أخرى الشركة عطت موافقة بافتتاح نقطة للبيضة أخرى. هذا أقول لك إليك عليه في نقطة واحدة من ست أشهر. لا عطت موافقة، هو قاعد الموضوع عند البلدية على أساس في خط تعبئة. أيوه يتبرعوا بقطعة أرض باش الشركة تدير في نقطة تعبئة أخرى باش يغطي الكمية اللي نحن ما نقدروش نغطوها مهما اشتغلنا، لو اشتغلنا حتى لمدة 24 ساعة في اليوم. زائد أن نتمنى من المجلس البلدي أنه ينظر في موقع المستودع وينظف المحيط الخاص به، يعني زي ما تشوفوا تو نحن قاعدين انيا في اثناء العمل والجو حرائق جانبنا، القمامه لازم من حل يكون فيها. طبعا نحن اليه العمل مسهلين للمواطن بقدر ما يقدر، يقعد في سيارته معزز مكرم مين يدخل جوه وتم تعبئه الاسطوانات. برضو نشكر الجهات الامنيه المتواجده انيا للمدير العام للبحث الجنائي، وسواء كانت المنطقه الدفاعيه او الشرطه العسكريه، فبارك الله فيهم جميعا. وبرضو نرجو من المواطن النظر إلينا بعين الرأفة، نحن هنية قاعدين زي ما يقولوا في محرقة. يزداد الإقبال مع حلول شهر رمضان المبارك على بعض المواد الأساسية دون غيرها، وتشهد المحلات التجارية في مدينة البريغة إقبالا من قبل المواطنين في ظل ضعف المقدرة الشرائية لديهم وارتفاع الأسعار. آراء المواطنين رصدتها لنا كاميرا مراسلنا من مدينة البريغة عبد السلام خليفة في التقرير التالي. مجمع الريادة منطقة بشر، طبعا المجمع أربع أقسام عرفت، عندك غذائية ومواد بنزينية ومواد تنظيف، عندك لحوم بجميع أنواعها وخضروات. طبعا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، يعني كيف ما تقول وفرنا البضاعة اللازمة، أي حاجة متوفرة بإذن الله في المجمع، والخدمات المصرفية متوفرة كل يعني تفعلي يسر باي بوبي كاش، التداول جميع البطاقات المصرفية، أي بطاقة ما فيش مشكلة. بالنسبة للأسعار مقارنة بالمدن المجاورة، يعني كما تقول سعرنا بإذن الله كويس، يعني سعر كويس بإذن الله وما نقصرش محل. نحن عادة قبل رمضان بيوم بيومين نجول المحلات ناخذ في الوازم شهر رمضان، وهو تحك في الناس كلها تاخذ ريتها اليوم راهو بكرة رمضان إن شاء الله، عيد علينا بالخير وعيد على الأمة الإسلامية كلها، وتحق في الناس كل المحل الله يبارك معبه. نا تو جاي من راس لانوف راهو جاي قاعد ناخذ فيه بضاعه من هنا ومش راس لانوف،
وهذا الناس الصراحه معروفه على الزقزوق هذوم، ونحن ناخذ في المواد الدبش هذا كله، والدبش كله صراحه رخيص على اثر الرخص على اثر يستعجب الناس. في ناس مرتباتها 500 800 يا عالم. انا صراحه نوجه رساله لهالشعب الليبي، هالناس اللي مسكين ليبيا هذا ومساكين، في ناس رقاد رياح يرعوهم، في ناس تو لو كان مجيء المحل كف هذا يساعده يعطيه على شهرين ثلاثه باش ياكلها. اللي بيقول لي باش ياكل ياخذ 500 دينار 600 دينار، لكن هذا ينجيل هذا البركه الله فيه محل المحلات الصراحه، هذا بيساعد في الناس اللي يعطي فيه على اربع شهور في خمس شهور. يعني مرتبه 500 شو بيسد هذا بالله عليك باش يسد يا ناس. اتقوا الله بالله العظيم، هذه رسائل نوجهها للي مسكين في الدوله الزايطه هذه. الدولة ليبيا هذو بيخاف والله ويخاف الناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بالله عليك. مرتبه 500 ياكل اللحم اليوم الوطني ب 85 يا راجل، اللحم الوطني ب 85 هذا قديش ياكل و500 بجوا. ضر تجيل هالناس، لكن نشكرهم تاع المحلات، مش نشكر اللي مسكين الدوله، نشكر جماعه المحلات الصراحه، جميع المحلات اللي ديرهم في الشيء كيف بيديروا فيه على الزقزوق هذوم، هذوم هم اللي نشكرهم، هذوم هم اللي نشد على يديهم، هذوم هم اللي نعطيهم، هذوم هم اللي ندعمهم. ندعمهم بالكلمه الطيبه، بالكلمه الكويسه، بالكلمه النظيفه، حتى الناس تحبهم. 500 لو كان ما نجي تو كان ما نجي ناخذ هذا باش ناخذ هذا الشيء. لا يا سيدي نخدم في شركه نفطيه ناخذ في 7000 ولا 8000 بيع كويس، لكن في ناس تاخذ في مرتب 400 و500. نعدي المحل يقول لي باش كل اللحم 89 عندي بهذا باش ياخذه تلقاه مجد الحوش ب 300. يا راجل نبوا الناس، نبوا واحد يخاف الله في هالبلاد، بهالبلاد اللي يودروها الله يودر روسهم ان شاء الله. بالله عليك يا راجل عندي بيعدي المحلات، في ناس والله العظيم ياكلوا في دجاج، في اللي يقسم بالله العظيم ما عنده باش ياخذ اللحم، اقسم بالله ما عندهش باش ياخذ اللحم. الاسعار زي ما تشوفوا جينا نسوقوا من المول هذا، الاسعار حقيقه فيه السنه نقلنا غليات صراحه، غليات المواد الغذائيه واللحوم والدجاج اسعار غاليه صراحه، نقلنا اسعار غير عن الاعوام اللي فاتت فهمت؟ فزي ما تشوفوا قدامكم الاسعار حقيقه، لان الاسعار قدام الاسعار مرتفعه حقيقه، مرتفعه جدا، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين. ضمن الأنشطة الرياضية والثقافية التي أطلقها نادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة هون وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، انطلقت في أيامه الأولى مسابقة الناشئين لكرة القدم بمشاركة 330 رياضيا موزعين على 32 فريقا، وذلك بحضور أهالي الرياضيين وقدام النادي. عدسة مراسلنا من مدينة هون الزبير العربي نقلت لنا أجواء المسابقة في التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يطلق اليوم على تمام الساعة 5:15 مجريات دوري كرة القدم لفئة مواليد 2012-2013-2014 بنادي الإخاء بهون بمشاركة 330 رياضي موزعين على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق. يترشح صاحب الترتيب الأول للدور الثمانية، ويختتم هذا الدوري في 29 من شهر رمضان المبارك. نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين، ونتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الفرق، وكذلك أن يستمتع الجمهور بمجريات هذا الدوري. وشكرا لقناة دبليو تي في على متابعتها المتواصلة لمجريات مناشط نادي الإخاء بهون، وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نتقدم بأحر التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. من ضمن المناشط الرياضية اللي تعودنا عليها في كل سنة ينظمها نادي الأخاء، اليوم أنا في مباراة بين فريقين، وإن شاء الله تكون الأجواء جميلة والطقس كان مساعد، وإن شاء الله ربي يوفق المشرفين على هذا البرنامج. بارك الله فيكم، شكرا. ومن مدينة هون نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرمضانية لليوم. موعدنا يتجدد معكم في جولة جديدة غدا بإذن الله في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي أنا محمد دينالي، دمتم في أمان الله.